الثورة الفلسطينية الكبرى 1936-1939. قام الشيخ فرحان السعدي بالعديد من العمليات العسكرية ضد اليهود، إلى أن قبضت عليه بريطانيا وأعدمته شنقاً عام 1936. إثر هذا الإعدام قامت الثورة الكبرى في فلسطين، وعمت الاضطرابات جميع مدن فلسطين، وأعلنت الدعوة للقتال، حتى وصل معدل العمليات إلى 50 عملية في اليوم. شكلت في نابلس لجنة قومية غير حزبية، وقد دعت اللجنة إلى الإضراب العام في فلسطين، كما توحدت القيادة الفلسطينية بتشكيل اللجنة العربية العليا، والتي وافق الحاج أمين الحسيني على رئاستها. وهكذا نزل الحاج أمين لأول مرة منذ 16 عاماً إلى ميدان المعارضة المكشوفة للسلطات البريطانية. لم تتوقف المرحلة الأولى من الثورة الفلسطينية الكبرى والإضراب إلا في 12 من شهر أكتوبر عام 1936، إثر نداء وجهه زعماء السعودية والعراق وشرق الأردن واليمن لأهل فلسطين بالإخلاد إلى السكينة حقنا للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل. أوصت اللجنة الملكية بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية وأخرى يهودية، فاجتاحت البلاد موجة من السخط أدت إلى تفجر المرحلة الثانية من الثورة، واستؤنفت العمليات الجهادية بشكل واسع. وفي صيف عام 1938 وصلت الثورة إلى قمة نفوذها، وخضعت لهيمنتها مناطق واسعة. اضطرت السلطات البريطانية إلى إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة يقودها أفضل قادة بريطانيا العسكريين، وقامت عملياً بإعادة احتلال فلسطين قرية قرية، واستمرت الحملة عنيفة قاسية حتى استطاعت القوات البريطانية إعادة احتلال جميع القرى الفلسطينية خلال عام واحد فقط. رغم ذلك فقد قدمت هذه الثورة نموذجاً عالمياً هو أطول إضراب يقوم به شعب كامل عبر التاريخ، حيث استمر 178 يوماً، وربما لو كان الأمر مقتصراً على الصراع بين شعب فلسطين وبين الاستعمار البريطاني لنالت فلسطين حريتها واستقلالها منذ ذلك الحين. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.